بدك يموت ما شاء الله، الله كان ناس ملاح، الله يبارك، الله غير ما تسبوش بالسلام وما شاء الله وكذا. أو كي كان عايش ما اشتاق تمرة ولا لا؟ لا تمرة اشتاقها. قولوا نحبك كي كنت عايش، باباك، خوك، وليدك، صاحبك، جارك، قولوا نحبك، ما فيهاش عيب. ما نعبروش حنا الشعور، نعبروش حنا كي تموت ويجوا يقفوا عند قبرك يقولوا هذاك ناس ملاح، قولها له في حياته. النبي عليه الصلاة والسلام خدا بيد عمر، كي قودوا هكذا وخدا بيدو عمر جاتو جات العاطفة، لأن اللمس يثير المكامن الأشجان، اللمس يثير ماذا؟ يثير كذلك العواطف والأحاسيس، يثيرها اللمس. ولذلك لما لمسه وشدوا بيده عمر بن الخطاب شعر بواحد الحميمية بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا والله يا رسول الله إنك لأحب إلي، قال له شوف لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، الله غالب. صريح عمر بن الخطاب، قالوا انا نفسي نحبها هي الاولى. قالوا من بعد تجي نتايا ومن بعد موراك الناس كامل، انت هو الاول. قالوا انت الاول، اسمح بي عبر له على الشعور. ما نعبروش حنا على الشعور، نعبروش حنا كي تموت ويجوا يقفوا عند قبرك يقولوا هذاك الناس ملاح، قولها له في حياته، قولها له في حياته ولا في الحياه، في الحياه اللي يمدحوه الناس نقولوا له ماشي مليح المدح، احتوا في وجهه التراب، نعرفوا غير هذا الامر هذايا. لا لا، المدح الذي لا يكون اللي يكون فيه اطراء، المدح اللي يكون فيه إطراء، المدح اللي يفسد طبيعة الإنسان، المدح الذي يدخل الغرور في الإنسان ما هوش مليح، المدح اللي فيه زجوجه ماشي مليح تاني. تعرف شكون المدح المليح؟ اللي يشجع الناس، تقول له أقدم ما شاء الله، إنك إن فيك خصلتان يحبهما الله، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. مدحه باش يزيد يتشجع، باش يزيد يتشجع. قال له أنت فيك، وأنت شجعهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لن يدخل الله عبده الجنة حتى يملأ أذنيه من مدح الناس. الإنسان اللي يحبه الناس ويمدحوه كامل ويتفقوا عليه بلي ناس ملاح. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه من البشارة تاعو بلي يدخل الجنة. ما نقبضوش حناها غير هذاك اللي ساعدنا حنايا، لأننا حنا مش حابين نمدحوه. بعدك يموت ما شاء الله، الله كان ناس ملاح، الله يبارك، الله غير ما تسبقوش بالسلام وما شاء الله وكذا. أو كي كان عايش ما اشتاق تمرة ولا لا؟ لا تمرة اشتاقها. قولوا نحبك كي كنت عايش، باباك، خوك، وليدك، صاحبك، جارك، قولوا نحبك ما فيهاش عيب. قولوا ما تخافش، قولوا الله غير نحبك ما شاء الله، إنسان الله يبارك تعجبني. تشجعوا وتربط ما بينك وبينه، هذا قودوا برك النبي عليه الصلاة والسلام أثار حبه. قالوا والله غير نحبك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، والذي نفسي بيده، الدين هو الأول ماشي مصلحة النبي عليه الصلاة والسلام، الدين هو الأول. قال والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قالوا لأني أنا عندي مكانة خاصة، لازم تولي تحبني أكثر من نفسك، لأني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر، في الحين يطبقها عمر، مش مشكلة، ما كاينش أنا ما نقدرش نبطل وما نقدرش هذيك، ما كاينش عندهم الحزم في حياتهم. قالوا فإنه الآن بدلوها دركا، وراه مشكلة دركا نبدلها، دركا تولي أنت نحبك أكثر من نفسي، مش مشكلة، لأنه هذا دين الله، وبلا مزيتي أنا، وبلا مزيتك أنت، وبلا مزيت هذاك، هذا دين الله، ما نش نديروا مزية في ربي، هذا دين الله عز وجل. قالك تحب النبي عليه الصلاة والسلام، قال وحنا نديروا في المزية، احنا كي رانا نحبوه، أنا نديروا فيه مزية، ماشي نديروا فيه مزية، راهو يستفاد منا هو، ماشي يستفاد منا احنا، احنا نسحقوه، رانا نحبوه باش يشفع فينا يوم القيامة، خاطش نجو زابلينها يوم القيامة احنا، نجو مخدينها، أقل شيء المحبة هذيك شنو تدخلنا عند ربي سبحانه وتعالى، ودخلنا في الشفاعة تاع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام له، قالوا له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر، الآن وليت مؤمن حقيقي، الآن هذا في مكانتك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لنفسه، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.